قبل قليل سمح للصيادين بالدخول إلى أرض البحر لممارسة عملهم بعد حوالي 11 يوما من الإغلاق الكامل. اليوم أيضا فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال بضع شاحنات لطبعا محطة توليد الكهرباء، طبعا محطة تم دخول شاحنات السولار، بالإضافة إلى ذلك بعض المساعدات الطبية العاجلة التي أرسلت من طبعا الحكومة في رام الله. وبالتالي يعني نوعا ما كما تحدثنا بدر، الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى الشوارع والقطاعات كافة.